طيب يعني انت رغم من كلام حضرتك، حضرتك ذكرت انه الشباب بالفعل ليه دور كبير جدا في هذا السباق الرئاسي، وليه دور كبير جدا في الشارع، ان كان من خلال توعية شباب واخرين او حتى توعية المواطنين بشكل عام بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، بس ده كان يتطلب تأهيل لهؤلاء الشباب، بيكون عندنا شباب واعي، شباب على دراية بالعمل السياسي. شايف حضرتك خلال الفترة اللي فاتت مصر قدرت، يعني لأي مدى مصر قدرت أنها تؤهل الشباب أنه يكون حاضر بقوة في الحياة السياسية؟ الحقيقة ممكن أقسم لك الموضوع لناحيتين، الحاجة الأولانية الدولة المصرية في حد ذاتها، والحاجة الثانية الأحزاب. الدولة المصرية كان عندها برنامج مهم جدا اللي هو برنامج التأهيل الرئاسي البي ال بي، وده كان برنامج كبير جدا وتخرج منه مجموعة كبيرة جدا من الشباب، ومنهم دلوقتي ناس موجودين في مناصب قيادية تنفيذية وفي العمل العام. فالحقيقه ده كان برنامج مهم جدا، اهل مجموعه من الشباب شايفين قدراتهم وهم بيشتغلوا في العمل العام وهم موجودين في العمل التنفيذي. فده كان برنامج حطته الدوله المصريه بصرف النظر عن اي توجه او اي ايديولوجيه او اي حاجه تانية كانت الناس بتنتمي لها، قدر يخرج مجموعه من القيادات، ولحد دلوقتي شغال وبيقبل ناس وبياخد ناس. وده يعني الاكاديميه الوطنيه للتدريب حاجه كانت على اعلى مستوى، بتقدم مجموعه كبيره جدا من التدريبات سواء في العمل العام او في العمل التنفيذي او في العمل السياسي. فالحقيقه بتخرج مجموعه كبيره جدا من الشباب كل فتره. على الناحيه الثانيه بقى فكره الاحزاب، انه لو انت بصيتي هتلاقي انه مجموعه كبيره جدا من قيادات الاحزاب اللي موجوده على الساحه واللي بتطلع في الاعلام واللي بتتكلم مع الناس هي مجموعه من الشباب، سواء كانوا حتى امناء تنظيم، امناء تدريب وتصنيف، او حتى امناء عامين جوه الاحزاب بتاعتنا اللي موجوده. النموذج الاكبر والاشهر، ويمكن عشان انا بنتمي له يعني تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، هو كان اكبر نموذج تقريبا لفكره تاهيل الشباب. احنا بنتكلم على مجموعات كبيره جدا من الشباب موجوده، كلها مؤهله على قدر علمي وعلى قدر اكاديمي وعلى قدر سياسي، وعندهم وايديولوجيات مختلفه من اقصى اليمين لاقصى اليسار، كلهم بيقعدوا مع بعض على ترابيزه واحده، عندهم القدره يتكلموا مع بعض. عندهم التجربه دي افرزت ايه؟ لا، افرزت حاجات كتيره جدا، افرزت بجد انه مصر فيها شباب قادرين. الفكره اللي كانت بتتصدر لنا زمان انه انتوا لما بتقعدوا مع بعض على الترابيزه بتتخانقوا، انتوا مش عارفين تتكلموا مع بعض، انتوا اصلا ما بتعرفوش توصلوا. الحقيقه لا، انت لما بتقعد على الترابيزه، احنا منصه حواريه على اعلى مستوى، بقول لك من اقصى اليمين لاقصى اليسار، ما عندناش اختلاف الا او متجمعين دايما على فكره انه مصر اول. مهما كانت القضية أكيد في مساحة مشتركة دائما وأبدا، إحنا قاعدين بنبحث عن المساحة المشتركة اللي ما بيننا وبين بعض، ما عندناش اختلافات. حتى احنا جوانا في التنسيقيه في ناس كل مجموعه بترشح مرشح من الاربعه، ما عندناش مشكله خالص، وبنقعد مع بعض وبنتكلم بالعكس بل بنستفيد بنتعلم انه المجموعه اللي بترشح المرشح ده، طب ايه البرنامج، طب انتوا بتفكروا ازاي، طب المخرج السياسي عندكم، طب ايه تصوركم للوضع الاقتصادي، طب ايه الفكره في الوضع الاجتماعي، وهم كمان بيتعلموا من المرشحين الباقيين. والحقيقه في كميه انصات رهيبه جدا من الشباب لبعضها جوه التنسيقيه، لانه في احترام لفكره الحوار اللي احنا اتعلمناه اول ما دخلنا التنسيقيه، في احترام لفكره انه في راي وراي اخر، في حاجه مهمه جدا مساحه مشتركه دائما وابدا. حتى احنا بره بقى لما بنخرج بره التنسيقيه بقينا بنتعامل مع الناس كده، انه فين المساحه المشتركه اللي ما بيني وما بينك، ليه دايما بنخلق خلافات، الموضوع مش محتاج خناق، تعالى نقعد في المساحه المشتركه وهنبقى مرتاحين جدا، وكل واحد فينا عنده المساحه الثانيه بيقدر يتحرك فيها لوحده. فالحقيقه ده كان النموذج الاشهر في فكره يعني تمكين الشباب جوه المجتمع المصري. فعلى الفترة اللي فاتت أتخيل إن إحنا عندنا تمكين للشباب وصل نسبة كبيرة من 60 ل 70%، وأعتقد إنه في الفترة الجاية هيبقى أكبر بكتير إن شاء الله.